محطتنا التالية اليوم بعالم الصباح هي دايما مع الغراض الكتيرة والمهضومة الجديدة دومينيك وتي في شوبينج. ما تتكلوا على دومينيك كثرت الاغراض فرطني كيف بدنا نشتري اغراض؟ صباح الخير. صباح الخير غاده، كيفك؟ الحمد لله. اليوم جايبين تشكيله اغراض بحبون الامهات كثير، هول من اكثر ايتمز انطلبوا عنا، مشان هيك اليوم عم نحطهم بغاية انه يلي مش بحب الامات يشوفون الاولاد وينتبهوا شو لازم يعملوا. مزبوط. لمن له اذن فليسمع. مزبوط، اكيد رح يسمع ويشوف. ايه. هلا بدنا نبلش بالوندر شيف، يلي هي مكنه عندها فعل كثير كبير، يعني بتعمل 6 اشياء وبيجوا عده ايتمز معها. خلينا بالاول نفرجي شو الاشياء القطع اللي بتجي فيها. اول شيء نحن في عنا هيدا الجرن، تنسميه جرن مثلا، يلي هو بيطبخ كل شيء فيه وما بيلزق، يعني معمول كوت له كوتنج خصوصي ما بيلزق ابدا شيء فيه، يعني اذا ما بدنا نطبخ بزيوت مش مضطرين فيه ابدا. حطلنا معه هيدي الملعقه يلي معموله من البلاستيك خصوصي كرمال نضم ذاكرين انه ما نستعمل اشياء حديديه فيها كرمال ما نجروحهم، لانه بده الكهرباء تقطع فيها كمان. اوكي، فاذا اول شيء هيدي الملعقه. وحده من الاشياء اللي بتجي فيها هي هيدي السله كرمال الديب فراي، يعني وحده من الاشياء اللي بتعملها هي الديب فراي. اذا عندنا ناجتس او اذا بنحب البروستد، اشياء عاده بنشتريهم من السوق. ذكرتيني ببروستد، واو، كرانشي سخنين عن جد. شف شادي لك زمان ما عملت لنا بروستد، في نعيرك هاي اذا بدك. ما بدي. ما بدك؟ احسن. اوكي، هو بغار منا مشان هيك مشان هيك بالتحديد. اوكي، فاذا هيدي سله الديب فراي. بيجي عنا اذا بدنا ناكل اشياء صحيه، في عنا هيدا الرف اللي بنحطه هون كرمال نطبخ فيه على البخار، يعني احسبوا عاملين نحن تحت رز، فينا نعمل وايلد رايس، براون رايس، اشياء هيلثي وطيبه. فينا نحط شقفه الحسب السمك، الدجاج، اللحمه، يلي بدنا فوقها، بتكون هي عم تنطبخ على البخار، بنسكرها منيح حتى تستوي منيح، والخواص تبعها بيكون عم بينزل يا مع الخضره يا مع الرز يا مع حيلا الشيء طبخينه نحن تحت، اوكي؟ فاذا صار عندنا شغلتين بتعملها، ديب فراي والستيم. بعدين اتروست، يعني اذا عندنا روستو، اذا بنحب نعمل هيدا الداند او الدجاجه مثل ما هي تو ستافت، هيدي خصوصي لها بروجرام لها هون روست. خصوصي بنحطها بنعاير عليها وهي بتحط لها الحراره الخصوصي كرمال تساتويها مثل ما لازم. اوكي، بعدين بتعمل الشغله الرابعه هي الفوندو، يعني فينا نعبيها للعلم. انا بنقي الاشياء اللي بدي اسمعها، يعني فوندو 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 دغري سمعت بروستد سمعت، هذيك ما عني ولا شيء. ما عني ولك لانها صحيه مشان هيك. فاذا بيجوا معها كمان ملاعق خصوصي للفوندو، كثير طيبه وكثير خارج قعدات، يعني اذا قاعده هيك قاعده مع 2 كابلز او كابل واحد كثير تتسلوا، بيقطع مثلا مثلا. اوكي، هيدي قلنا وحده من الاشياء كمان بتعملها. في بتعمل سوتي وجريل، يعني اذا بدنا نشوي كمان بيمشي عليها الشوي، واذا بدنا نعمل مثلا خضره سوتي شو ما كان لها حراره معينه قويه كرمال هيك تخليهم فريش يضلوا يقرقشوا بس يستووا بذات الوقت. وشو بعد؟ في فلاش فراي كمان للقلي مثل ما قلنا، وفي عنا سلو كوك، يعني اذا نحن بدنا نطبخ حيا للطبخه حتى بنعملها بطنجره عاديه بنحط البروجرام تبعها وفينا نطبخها بهيدي عادي. بعدين بيجي فيها هيدي انا لوحدها بشتري لوحده الريسيبي جايد، لانه معمول من شيف استرالي اسمه ليونيل، هو تبنيها لهيدي المكنه وعملنا اكلته طيبين، اكلته كثير اوريجينال وطيبين، وعملنا اسورتمنت اوف ديشز كثير حلوين لكل بروجرام تعمله، يعني اذا بدنا للستير فراي او للديب فراي بيعطينا افكار عليها، اذا بدنا نعمل مثلا ستيم ام جريل كمان قلنا
اشياء خصوصي لها، والكتاب كبير في عنا بعتقد هتا شوف كم روسات، 30 روسات حتى بيعطينا اشياء للديسير فينا نعملها فيها. اوكي فاذا بيعطينا افكار كثير حلوه ومختلفه. الواندر شيف هي حقها 145 دولار، واليوم مطلعين معها اوفر السوين كيت لكمان خرج الامهات. هي عباره عن شو بيقولوا علبه علبه خياطه، بس مش كونفنشن، مش مثل العلب الكبار يلي لهم 100 طابق بيرعبوك اذا ما بتحب الخياطه وما بتعرف الخياطه بتقولي يا ربي هيدي لشو بتخافي. هيدي مهضومه في لها عده علب، وكل علبه لها فيها عده اشياء. يعني نحن اوقات بنشتري علب الخياطه فاضيين وبنضطر نحن نرجع نروح نشتري لنشتري اغراضها، واذا ما بتعرفي بالخياطه ما بتعرفي شو بدك تشتري. هيدي لوحدها هي بتعلمنا. في عندنا مثلا دبابيس شنغال، زرار بيض، ختان من كل الانواع، من كل الالوان يعني شو ما كان عندك عزتي. في عندنا البيزكس اللي هن ابيض اسود كحلي بني والالوان الثانيه المختلفه، زرار بيض وزرار سود بيجي فيها ماسوره صغيره، وهون كمان شو فيها دبابيس دبابيس، واهم شيء الكبسون. عاده الكبسون بدون مكنه خصوصي لتسكريها من عند الخياط، هدول الكبسون فيك انت تقطبيهم، يعني اذا عندك بدك تضبي قميص ام شيء ما ضروري تاخذيه عند الخياط، فيك انت تعمليها لوحدك. وبالتوب هون في عنا هيدي للدبابيس تشكشكيها، وكمان بعد الوان مختلفه من الخيطان، و كشتبين بلاستيك صغير مهضوم مش مثل الحديد يلي بيوجع لك اصابعك. هلا هيدي علبه الخياطه اصلا حقها 30 دولار. اوكي يلي بده يشتريها لوحدها عاملين كمان اوفر ثاني عليها بتصير ب 25 بدل ال 30، ويلي بياخذ الواندر شيف بتطلع له اياها فور فري. اوكي فاذا اخر ايتم كمان سعره مهضوم ومنه مكلف وكمان كثير بيفيد، هو الباينابل تويست يلي هي عباره عن هيدي المكنه يلي عم نشوفها هون، كثير سمبل وما بتعمل شيء غير انه تقص لنا الباينابل بطريقه كثير سهله وكثير سريعه. ونحن في كثير عالم بتحب الباينابل بس لانه طريقتها بالتقشير ثقيله كثير بتوجع الايدين، وكثير اوقات بضل فيها هول اللي بشككوا، اخترعوا طريقه سهله كثير لقص الباينابل واكلها بسرعه. هيدي مثلا نحن ما كنت فرجيتكم انه في بقلبها هيدول البريمه مع هيدول الشفرات، هيدول الشفرات لازم نسنترهم بنص الباينابل حتى تقدر تفوت وتبرم من جوا. هلا انا عم بسمعك. ايه عم تسمعي؟ ايه اكيد انت حفظت الدرس. المهم المشاهدين يكونوا عم بيركزوا مزبوط. نحن فوتناها هاي هون بالنص، هلا كل شيء بدنا نعمل هو نشد ونبرم. المهم انا قصيتها، هلا طلعت شوي عوجة راسها، بدي ضمني شد وابرم حتى تطلع منها لتحت ما تبخشها على جنب لاني قصيتها والرابه. اوكي فاذا بنضم نبرم ونكبس نزول وبعدين بنسحبها بهالطريقه. انا ما كثير فتت لتحت لانه مثل ما قلت قصيتها شوي موروبه حتى يطلعنا. هيدول نقصوا هون بهالطريقه. هلا وقت اللي بدنا ندهرهم بدنا نكبس بالمسكه فوق، في عنا زرين. اوكي يا حني، هيدول الزرين بنكبسهم بهالطريقه وبنسحب المسكه. هلا بينزلوا منا بهالسهولة وكلهم مقصوصين نفس الكبر ونفس الشكل، يعني مش شي رفيع شي طويل، لك شو مهضومين. اوكي هلا نحن بيكون بالباينابل بعد باقي القلب تبعه، نحن بدنا نقصه اذا بدنا نستعمل الباينابل كرمال غير استعمالات، يعني فينا نعمل فيها نخليها كلها. ايه كثير مهضومه، اذا عندك بالصيف قاعده برا فيك تعبيها جوس وتغطيها، فيك تحشيها بوزه وتغطيها. المهم القلب تبعها هيدا نقصه لانه فرغته هيدي المكنه هون. بعدين بيكون مليان اذا عم نشوف هون بعده جوس، يعني هيدا عم نشرب نحن جو دانانا كمان فري.
اوكي. الباينابل تويست حقها 25 دولار بس، وكل هدول الايتمز اللي عم بتشوفون بس تطلبون على الارقام المبينه على الشاشه. اوكي، هلا نحن صار فينا نعمل تبع النيدو غاده لانه yes. خلصت الايتمز. رح اعطيك اياها فوالا هيدي هون الاسم والشف خبيناك لانه عرفنا بدك تجي تقتله قمنا خبيناه. بالوقت اللي دومينيك عم بتشارك اذا بمبادره نيدو بدي ارجع اذكركم فيها ابتداء من اليوم ولنهار السبت رح نحن وياكم نكون مع هالمبادره، بتمنى تكونوا كثار، تقدروا تفوتوا على السيت الخاص بنيدو نيدو لاف لمناسبه 70 سنه على نيدو اذا تحت كل بلادج بتعملوها، كل مبادره، كل مشاركه لكم عبر اي وسيله تواصل اجتماعي يلي كانت ايميل فيسبوك انستغرام هون باردون عندك اوكي. فاذا فيكم تفوتوا تحطوا اسمكم بكل بساطه، تختاروا ايد وقلب مناسبه لالهم وتحطوا سبميت، هيك بتشاركوا. كل مشاركه بتوازي 7 اكواب حليب، هال7 اكواب رح بيروحوا الى طفل، بعتقد هون بمنطقتنا الاطفال يلي بحاجه الى حليب هن كتار، على امل انه نقدر نوصل بهالكم يوم الى مليون مشاركه. ميرسي لك ميرسي غاده لك. خليكم معنا بريك صغير وبنرجع منتابع. We'll be right back.